السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومدة كلماته وحتى يرضى وإذا رجع ما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم، بنتكلم على مناطق التنوع الحيوي المهددة أو بيسموها الهوت سبوت أو المناطق الساخنة، بس طبعا هي المقصود بيها المناطق بايودايفرستي أو البايودايفرستي أو التنوع الحيوي اللي هو مهدد. احنا اتفقنا المحاضرات اللي فاتت إن التنوع الحيوي ده شيء طيب وإنه بيساعد على كذا وكذا وكذا من توفر الغذاء والأدوية واستقرار الحياة على الأرض وكذا وكذا وكذا، فوائد كثيرة جدا يمكن هنقول بعضها النهاردة. ففي أماكن بتبقى مهددة بيسموها هوت سبوت، النقاط بقى اللي ما نقدرش إيه نستنى عليها، خلاص هي دي المناطق على الكرة الأرضية اللي لابد فيها تهديد للتنوع الحيوي ولازم الإنسان يتدخل، لأن غالبا بيكون هو اللي أفسدها يعني. فبنشوف اللوحة دي حقيقة دي واضح هنا الاتحاد الأوروبي ومنظمة الورد هيلث أورجنايزيشن اللي هي منظمة الصحة العالمية عاملة الكلام ده كله عشان توضح إن البايودايفرسيتي أو التنوع الحيوي أهميته وعلاقته بالإيكو سيستم أو النظم البيئية والتغير المناخي والهيلث أوتكمز أو المعطيات الخاصة بالصحة، الفود أند ووتر سكيورتي توفير الماء والغذاء للبشر، السستينبل ديفلوبمنت أو اللي هو التنمية المستدامة، كل ده ليه علاقة بالبايودايفرسيتي. نعم يعني لو خدنا مثلا على سبيل المثال أهو هنا ليها علاقه مثلا ان الصحه health is determined to a large extent by social economic and environmental factors، ان الصحه بتاعت الانسان بتعتمد الى حد كبير على العلاقات الاجتماعيه والاقتصاديه، عوامل اقتصاديه واجتماعيه وبيئيه. بنتكلم على المراه سواء المراه والرجل have different roles in the conservation and use of biodiversity and varying health impacts، كل واحد ليه الدور اللي بيساهم فيه في العمليه دي. الدايركت درايفرز اللي موجوده هنا السوشيال اند ناتشرال ساينس ار امبورتنت، ان هي بتوفر بعض الابروتشز او اللي بنسموها المفاهيم اللي لازم الناس بتفهمها زي كلمه الايكو سيستم مثلا على سبيل المثال، الايكو هيلث الصحة البيئية إلى آخر هذه الأمور. نروح لمكان آخر هنلاقي هنا علاقة البيودايفرستي أند الهيلث، إزاي ده الكلام ده كله بيتم إلى آخر هذه الأمور بقى يعني والتنوع هنا. فهنلاقي بقى سواء الصحة العقلية ليه علاقة بالزراعة وتوفير الغذاء إلى آخر هذه الأمور، وهنلاقي إن كل الحاجات اللي بتهدد التنوع الحيوي ده هنلاقي غالبا هي ليها علاقة ب نشاطات الإنسان المتزايدة في بناء مساكن جديدة، في تبوير الأراضي، في الصيد الجائر، الرعي الجائر، الاحتطاب إلى آخر هذه الأمور. طب نشوف مع بعض الشريحة اللي بعد كده، الشريحة دي مجرد إنها بتلخص الموضوع كله. إحنا لسه ما عرفناش يعني إيه هوت سبوت بالنسبة للبايودايفرستي، هنتعرف عليها دلوقتي، لكن إحنا بنتكلم هنا ده كان منشور سنة 2005، طبعًا قديم إلى حد ما. تخيلوا بقى ان ده كله كان جيل قديم في 2005، تخيلوا بقى في 2019 و2020 هتبقى المناطق شكلها عامل ازاي. هنلاقي مناطق كثيره جدا يعني سواء في امريكا او في افريقيا، خلينا في افريقيا في الاماكن الحصنه، في مثلا في شبه الجزيره العربيه المنطقه اللي هي بتاعه المضيق هنا اهي، المنطقه اللي هنا بتاعه القرن الافريقي، في جنوب افريقيا، في الغرب، في حوض البحر المتوسط بالكامل والمنطقه اللي فوق منه، في اليابان الى اخره. هنلاقي مناطق كثيره الحقيقه زي ما انتم شايفين كده اللي هي بتبقى مهدده او التنوع البيئي مهدد فيها. برضو الصوره للخريطه دي افريقيا زي ما احنا شايفين، مش هنقف عندها كتير، لكن لو بصيتوا كده هتلاقوا بقى مناطق كثيره جدا واخده الوان مختلفه، وكل واحد فيهم بقى اللي هو مين الهوت سبوت، مين الاوتر ليميت اللي هو وصل للحد الاقصى خلاص قرب يبقى هوت سبوت الى اخر هذه الامور. وفي مناطق كثيره يعني تقريبا ما فيش منطقه في العالم لا تخلو ان فيها منطقه مهدده من حيث التنوع البيولوجي. طيب ايه الاسباب اللي بتؤدي لكده اللي هي المين كوزز او المين فاكتورز ان اكتر من 16000 سبيشيز اصبح مهددين من الانقراض وخلاص، نتيجه بقى الهابيت ديستراكشن هو هدم الهابيتات او المناطق اللي بيسكنها الحيوانات يعني لو هدنا مثلا قطعنا الاشجار في غابه من الغابات، يبقى كل الكائنات اللي هتعيش في المناطق دي كل سواء بقى الشمبانزي، طيور، زواحف، كل ده هيتدمر، فبالتالي الكائنات دي السبيشيز او الانواع دي هتراس هتروح. طب واحد يقول لك طب ايه يعني؟ لا الحقيقه في توازن بيئي، يعني في انواع من النباتات بنعتمد عليها احنا في اكلنا، في شربنا، في عمليه عمل بناء ضوئي واخراج الاكسجين،
في ازاله التلوث، في توفير بعض انواع الادويه المعينه. وطبعا ده ممكن بقى نرجع في السلاسل الغذائيه في فيديو اخر ان شاء الله، ازاي لما سبيشيز او نوع من الانواع بيتشال من السلسله الغذائيه الموضوع بيقف خالص. يعني الجلوبال وورمنج او عمليه الاحتباس الحراري، ودي هيبقى ليها فيديو مستقل لوحده، لكن ده نتيجه الصناعات المختلفه بتطلع بعض الاكاسيد اللي من شانها ان بتعمل زي اللي هو الصوبه الزجاجيه او الجلوبال وورمنج، وارتفاع حراره الارض بصوره متزايده ده من شانه. وحد يقول لك طب فيها ايه؟ لا ده هيبقى لي فيديو مستقل بقى هتعرفوا الاضرار الشديده اللي ممكن تفني الارض كلها بسبب الاحتباس الحراري. ان بعض الناس ساعات بيسموه، وخصوصا الناس اللي بتدافع عن الصناعات، اللوبي بتاع المصانع وبتاع الشركات الكبيره، يقول لك لا دي 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 ده يعني بيسموها مث خزعبله يعني او خرافه، ما فيش حاجه اسمها جلوبال وورمنج يعني. فهو اللي بيدافع عن مصلحته يعني. الصيد الجائر والرعي الجائر في انواع بتتدمر تماما نتيجه بقى الصيد ده، سواء عشان استفاد بالزيوت بتاعتها او بالجلود بتاعتها او بالمواد اللي بتستخرج منها او التعدين او الصيد. عمليه البيوشن بقى سواء في الهواء او في الارض او في الميه، والميه بتشمل الميه الحلوه اللي بنشربها او الميه المالحه، برضو كل ده بيأثر على الكائنات. النون نيتف سبيشيز لما بنيجي نعمل نقل لنباتات وحيوانات في بيئات مش بتاعتها، ممكن ننقل حيوان يقضي على كل النباتات اللي موجوده، او بنجي ناقلين نباتات مش في مكانها فهتموت او تنتشر وتغطي على نباتات اخرى، او بعض الحوادث بقى زي الزلازل زي البراكين زي كذا، او نتيجه تسرب بقع زيت بتقضي على النباتات والكائنات اللي في المحيط. حاجات من هذا القبيل بقى كثيره يعني. ده كله ممكن يؤدي الى عمليه الضغط على او القضاء على التنوع الحيوي. الحقيقه بيبقى فيه كوزال فاكتورز او عوامل عامه، زي بقى تزايد البوبيوليشن او السكان او الاستهلاك الزائد او عدم كفاءه استغلال المصادر الطبيعيه. ده كله بيؤدي الى حاجات غير اندايركت، غير مباشره، زي الزراعه اللي هو عمليه التشجير، يعني زي اعمل زراعات، زي اعمل تشجير، عمليه الصيد، عمليه الهانتنج اللي هو الصيد اللي هنا في الفيشنج اللي هو الصيد طبعا البحري هنا البري، عملية التمدن وصناعات وبناء مدن وصناعات جديدة على حساب الأرض الزراعية أو الغابات، استهلاك المية الجائر، استهلاك الطاقة غير المرشد، ده كله بيؤثر على حاجات تانية بقى، بيعمل ضغط بقى من حيث إيه؟ إن الهابيتات لوس اللي هو فقد في الهابيتات أو البيئات الطبيعية بتاعة الكائنات المختلفة، الصيد الجائر ورحلات التعدين وإلى آخره، إن بنق الكائنات في مش مكانها الطبيعي، التلوث وآثاره المختلفة، والتغير المناخي نتيجة صعود ثقيل الكربون والاحتباس الحراري، ده كله بيقدر على بيتحول إلى جلوبال أو الحالة العالمية لعملية التنوع الحيوي، سواء الأرضية فريش ووتر أو المارين. وإزاي بنشوف الخط ده بيندثر لتحت، يعني الحلب عمالة بتسوق. طبعا معدل السوق ده بيتوقف على بقى فكر الإنسان ونشاطه، من حيث أنه هو بيشوف المنافع اللي ممكن ترجع عليه لما يحافظ على التنوع الحيوي إذا كان عنده وعي يعني. فبيلاقي أنه بيوفر له الغذاء، الأدوية، الأخشاب، الألياف، الطاقة الحيوية كده إلى آخر هذه الأمور، عملية المية النقية، التغير المناخي إلى الكلام ده كله، عملية النيوترات سايكلينج أو إعادة تدوير المواد، عملية البناء الضوئي واللي بيحصل فيه لما يكون في نباتات موجودة، الكائنات اللي إحنا بنستخلص منها الأدوية وكذا وكذا وكذا. ده بالإضافة إن في أجناس وأعراق اللي هي ممكن تندثر خالص بقى، اللي هي بتكون موجودة في أماكن معينة ممكن بتندثر خالص، وده بيأثر على توزيع الحالة السكانية والنشاط السكاني على مستوى العالم. نشوف الشريحة اللي بعد كده. الحقيقة ده فيديو بقى عن المها العربي، زي ما احنا شايفين كده اهو بنتكلم هنا عن المها العربي، فبنلاقي ان هو ده كان مهدد وكان بالانقراض لمدة 4 عقود، ده في شبه الجزيرة العربية. المها العربي ده حاجة يعني نادرة جدا يعني، وكان قرب ان هو ينقرض تماما يعني، لغاية لما ابتدت يعملوا قوانين حظر على صيد هذا المها العربي، ان هو قادر يصمد. طبعا هنا بيوصف الوزن بتاعه وصفاته من القرون، من الديل بتاعه للسلم اللي موجود هنا اللي لونه، فكان عليه اقبال الحقيقة جدا يعني، فكان الصيد كان جائر عليه، لغاية لما اتحطت قوانين وبقى في محميات طبيعية كثيرة عشان تدي فرصة ان هو يعيد الالتزام مرة تانية وينتشر ويتكاثر مرة اخرى. وهو حقيقة اصبح دلوقتي مش كان قرب ان هو خلاص، كان بيوصف ان هو خلاص ده منقرض، لان كان باقي عدد افراد محدود يعني. دلوقتي اصبح الافراد زادت واصبح ان هو ممكن يكون ايه شبه او اقترب من التهدد بالانقراض. طبعا ولو احنا حافظنا عليه زياده الصفه دي بقى هتروح منه، لان في صفات معينه بتتوفر في الـ 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 المكان
عشان نقدر نقول اذا كان الشيء ده مهدد. فبنلاقي مثلا يعني طب النقطه الساخنه دي احنا نعرفها ازاي، او الهوت سبوت طب مين اللي احنا نركز عليها لو في اكتر من نقطه؟ الحقيقه صعب ان احنا نتيجه الموارد بتاعتنا المحدوده ان احنا ناثر او نصرف او نحاول ان احنا ننقذ كل النقاط الساخنه او المهدده نتيجه قله الموارد، نتيجه الوقت الضيق، الى اخر هذه الامور. وبالتالي اتحطت معايير عشان نحدد مين هي الصفات اللي احنا ممكن نوصفها بانها، مين هي الاماكن اللي احنا نقدر نوصفها بقى اماكن تستحق الانقاذ حاليا يعني. فحطوا لها معايير الحقيقه كبيرة جدا، واشترطوا ان النقطة اللي بنسميها هوت سبوت يجب ان يكون فيها على الاقل 1500 نوع مستوطن من النباتات، يعني المنطقة دي يبقى فيها 1500 نبات، وده بالاضافة ان يكون فيها ان 70% من الموارد الاصلية اللي كانت موجودة في المكان ده تكون اندثرت. في الحالة دي تبقى خلاص دي هوت سبوت، ولا بد من التدخل بقى عشان الحفاظ عليها. الحقيقة التعريف ده ممكن ما يكونش يعني عملي قوي، ليه؟ لان في اماكن اخرى ما بتوفرش فيها هذه الشروط اللي هي 1500 نوع من النباتات، وان 70% من المصادر اندثرت وبرضه بتصبح مهدده بالانقراض او لها اهميه لسبب او لاخر، يا اما لموقعها يا اما ندره الكائنات اللي موجوده فيها، ما فيهاش 1500 نوع صحيح، لكن الانواع القليله اللي موجوده نادره جدا. فتصبح من الاهميه بمكان بما يعادل، يعني صحيح ما ينطبقش عليها الشرطين بتوع هوت سبوت، لكن اصبحت تدخل في هذا الموضوع ايضا، وبقينا نعتبر هذه المنطقه منطقه هامه وتستحق الانقاذ. والحقيقه ان المنظمات الحكوميه والعالميه تقريبا حددت حوالي 34 نقطه، مش هنقعد بقى نعدهم، 34 نقطه كانهم هوت سبوت، وده بيمثل اقل من 3% من مساحه الارض. حد يقول لك طب 3% ايه يعني؟ لا، الحقيقه الاماكن دي فيها، ما انا نسيت اقول يمكن ربما ان الاماكن دي بيبقى فيه حاجه اسمها انديميك بلانتس او انديميك انيمالز، اللي هي الحاجات الانديميك اللي هي الكائن او الكائن الحي الموجود في منطقه محدده ولا يوجد في اي مكان اخر من العالم. وبالتالي المكان ده حتى لو لم ينطبق عليه الشرط بتاع 1500 نبات و70% من الموارد انتهى، لا ده ممكن يكون فيه 20 نبات بس ال 20 نبات دول فيهم 10 مش موجودين في اي حته في العالم غير المكان ده. طب وبالتالي لو دول اندثروا يبقى مش هقدر اعوضهم، يبقى اذا في هناك عوامل اخرى مش بس الشروط اللي هم حاطينها، لا في اماكن هي بتتكلم عليها كلمه انديميك اللي هو مستوطن، يعني كائن سواء حيوان او نبات لا يوجد حتى لو عرق بشري موجود في مكان معين مش موجود في حته ثانيه على الارض. مجموعة من الأفراد من الكائنات موجودة، فبالتالي لابد من الحفاظ عليها عشان نحفظ الهوية بتاعة الأرض. الشرح بتاع النهاردة ده مجرد شرح مبسط للغاية، يعني الموضوع كبير الحقيقة، لازم بنقول بقى الأهمية كذا وبنشوف، ولأن فيه كيسز، فيه حالات، فيه فيديوهات كتير على الإنترنت بتوري هذه الحالات، وربما أحط بعض الروابط تحت في الديسكريبشن اللي ممكن بقى لحد عايز يشوف حالات معينة مثلا في مدغشقر في كاليفورنيا في جنوب أفريقيا، في حالات بقى متاخدة بعينها على أماكن معينة زي ما أنا عرضت الفيديو بتاع المها العربي بتوري أماكن وحالات كثيرة للهوت سبوت أو البايودايفرستي هوت سبوت أو النقاط الساخنة أو النقاط التي تستحق الإنقاذ والمهددة مهددة من قبل الإنسان في حالة التنوع الحيوي أو البيولوجي. أرجو أكون لخصت الموضوع بصورة ملخصة. الموضوع يستحق الاستفاضة إلى محاضرات كثيرة، لكن مش ده دور القناة، القناة فيها تبسيط إلى العلوم. إن كنت أحسنت في من الله، وإن كنت نسيت شيئا أو أخطأت فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل فيه رياء ولا سمعة. أترككم في رعاية الله، ونلتقي على خير في فيديو قادم من فيديوهات تبسيط العلوم، وأنتم في أتم صحة وسعادة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.